واحد عليكم الخلي والمجمع عليك بس والله هنا في خلاص الحبس. خلاص أبيك تحكم بس شاكر حكم قوي ها. خلاص ترى عليك الأحكام. يلا رجال 3900 أبو الجود حوت حوت لا قالوا الاثنين دبل 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 رجال وردوها عندك ملك هناك 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 وردوها يا الربع 3900 حوت آل زيد قفاز عندك شاكر اسمع خالد شاكر راح أعطيك مفاجأة بعد الجولة شاكر ها عندك قفاز مقفر دبل اللي عنده قفاز قطة استغلوه ما اللي عندي عنده قفاز دوب 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 حمود قلت لي قفاز قفاز اللي عنده قفاز اللي عنده قفاز اللي عنده قفاز اللي عنده قفاز من اللي حط قفاز 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 يا جماعة قفاز 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 هو خالي هو من يا الربع قفاز جيسي شير يا رجال قريب 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 ما راحوا عبد الله الحالة حيا عينك أرحب شاكر شاكر يا رب قفاز قفاز كيف قفاز 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 حمود حمود حمودة حمودة يكلمك أنت زرت مصر قبل كده ولا لا؟ لا والله يعني من المناطق اللي بزورها العراق ومصر والله لا حاب أزور بعد الكويت انت اسمك ايه اسمك الثلاثي ما راح تجي الكويت تعدانا اي صح راح اجي الكويت عند ملاح راح يجذبني الى الكويت اكيد اكيد اسمك الثلاثي ايه يا حمودة يعني حمودة ايه انا كيفش ايه اسمك الثلاثي يعني حمودة ايه ايه لا غتصيفطني اسمي حمودة بس انت ضابط شرطة احترمك واحترم الشرطة لا لا انا بسألك عادي يعني بنسألك عادي احسك يا اخي من الافاق ما ادري ليش لا بس انا يعني هذه الاسم خالد سيدي ابو عثمان اكيد صح حياك الله الله يحييك الله يعزك والله انت حاكل المنطقة هذه اللي قلنا عنها تذكرها؟ ايه اذكرها صح لا لا شاكر نعم المنطقة اللي سولفنا عنها هذه اللي هو فيها قفاز 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 من احد مش احمد يعني كذا كذا قفاز يا فدوة تو اوه قفاز قفاز يا الربع اللي عندي مرشيد مرشيد قفاز مرشيد يا جماعة هلا احنا شكلنا هنعمل زيارة سام هنعمل زيارة لمرشيد لازم ها هنعمل زيارة لمنطقة برشيد شكلنا كده قريب إن شاء الله الله في غد جهدنا وش فيه يا ولد وش فيه مسوي شيء من جريمة انت مسوي شيء في المصر يا سام رعد أزا بالتدبي سام كلكم عمين ربي واي ومن لاحي ها لا انا احنا ماكن ما بقى ساكن ما عندناش ماكيناش هنايا ماكيناش حنايا هنا هم تعمل لك شيء قال لي قولي بلا ما تجي اقول لك شيء هم هم قاعدين باللايف احنا قاعدين يطلعون رقمك رقم ابوك رقم امك رقم خالتك كل كل شيء كل معلوماتك ايش فيكم لا لا حش ان شاء الله ما نوصل المرحله هذه ايش دعوه يعني حموده سكت اسمع 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 ملاحي اسمع والله ما كان يعرف المنطقه والله منو هذا صح ضابط شرطة بمصر ولا حمودة حمودة حبيبي يعني فوق فوق هذا فوق حاجة فوق أسهل فوق حاجة يعني المعلومات وكذا عشان كده بقول لك في حاجات ما فيش فيها هزار فاهم وليش تخلعني أنا ليش تخوفني مش بخوفك بنبهك يا لا اللي تنبهني تعال راح أسوي لك ذبيحة هون أسوي لك ذبيحة وأسوي لك ذبائح حي والله بدون شرطة والله أكيد أكيد ليش 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 دخل الشرطة خلي حياتك موكب لازم موكب موكب خد بالك يا ملاح أنا سمعت طب أنا قاتل كينيدي وموكب سمعت إن حمودة عنده رانج روفر صح؟ أي أيوة والله صح لا إيش رأيك؟ أقسم بالله إني ما أنا قايل له أقسم بالله ملاحي ما قال لي حاجة يا خالد زي ما اتفقنا أنا وأنت بقى أنا ما عندي كم بس أي تاريخ؟ أقول لك شيء بعد أقول لك شيء أقول شيء تدري
يا شاكر حمودة خط على مصر. نعم حمودة ليه؟ نعم ليه؟ ها؟ رجال بعد عنده مطعم بعد يقولون انت عندي خري انا عندي خري طب هذه تحاجه انا شنو يا خالد لاحي انا سمعت كلمه غلط يا حموده لا 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 مع احتراماتي لخالد آل زيد انا هذا الشيء الكلام اللي قلت يعني ما عندي والله اشرب ماي صوتك راح ترى تخوفونني في هذا البرنامج والله لا ايش دعوه احنا ناس مثلك ايش دعوه يا لا بالعكس احنا كنا ناويين ان شاء الله نيجي نبارك لك على على الله بنجيك المطعم الجديد بتاعك المطعم الجديد وان شاء الله نجي ناكل فيه وتعزمنا اكيد تعزمنا فيه ولا ما تعزمنا اقسم بالله رب الكعبه ما عندي مطعم ولا عندي شيء والله يمزح ولا ما اقسم بالله اقسم بالله قسمت لك بالذي لا رب سوى الله باذن الله تفتح مطعم ونجيك اجل اذا جينا ان شاء الله يعني في حموده راح تحكم منه فيهم راح حسين على كيفك جوله اولى هذه راح احكمك انت يا ملاحي ملاحي والله عنده حق والله ترى ليش احكمك انت جولتين هي حموده حبيبي والله حبيبي اي لا جولتين انا عبالي منك شاكر سويت لك اضافه بس عملت لك اخوي عملت لك بس بدون شرطه والله اكيد لا والله بالعكس انت لما تيجي بالمطار انا استقبلك بنفسي تقلقش لا لا اخويا لا خليني هنا يا انا اذا بدك لا يا راجل ما تقولش كده لازم اجي استقبلك بنفسي واخدك من ايدك تقولش كده لا لا بعدها حوله علي في الكويت طال عمرك نستقبل ان شاء الله اكيد لا انا والله العظيم على زيارتي دولة الكويت اقسم بالله والله مرحبا ومسهلا الله يعزك والله تنور الكويت انا عازم في زيارتي الاولى راح تكون على دولة الكويت اقسم بالله يا مرحبا ومسهلا ان شاء الله متى ان شاء الله هاليوم راح اخبر الملاحي ان شاء الله يا مرحبا خلاص يا ملاحي انت بقول لنا بقى بس سم بسم الله علمني اذا الرجال جاء لازم بخصوص شو اسمه اي تم يعني لازم يعني الناس تستقبله تكفى شاكر وصل لي سلامي الله يعزك والله وصل لي سلامي حق الرئيس تكفى اي والله من زمان ما شفناه يا شاكر لازم لا بدون رؤساء يا ملاحي بيوت يا واطي منك ليه يا واطي انت هو بيوت شير يا رجالة شير يا جماعة 3900 يا ربع 3900 يا اخوي تعود بعد مني يا ربع حوت عندي حوت يا جماعة حوت هلا عبد العمو حوت يا جماعة من شغالة 3000 من شغالة يا ربع الجولة الثانية هذه الأولى فازوا فيها دبل يا ربع تكبيس يا جماعة ايش التكبيس النايم يا خالد في ايه لا مش انت عندك قفاز زين عندك قفاز انت كل جولة المشهد ده تعاد قدامي قبل كده خمس دقايق نفس المشهد شنو ما صار شيء ايش قلت انا عندك قفاز وخسرنا جميع قفازات تخليها عندك تحطها ضدي بس ليش طلع قفازاتك صافي الدراري غنحيد المومات كومونتيرات الدراري يا صاحبي الحبس ولا ما الحبس ولا ما الحبس يا ربع من اللي عندي من الدراري من هضره خاوي يا صاحبي صافي الدراري جمعيه راك الدوره صافي دير هذيك هضره خاوي دير والو ما احترامات لاي واحد كلشي الدراري كل حنا دايرين والو الدراري ما لاعب كنتلزق انا بطل. حموده يا هني ولا الدراري حموده خلعوا فينا وكيبقاو خلعوا فينا حموده ويلكم دي سي كلامي حق المغاربه اللي عندي داخل لايف حموده اقنع رجل برشيد اقسم بالله العظيم ارحب ابو جابر هذا رجل برشيد وي وملح نو هارت نو اشتوش راسك في خريو نو بروبلم نو ليون ذس طير
تاش من اغنى راجل تو استمريت ولا مالك تاش من اغنى راجل برشيد اليوم والله لكلم الدارك لخليهم يروحون برشيد والله اي ناسي قطر يا ربيع اخر 30 ثانيه يا روابي اخر 30 ثانيه ملاحي ملاحي اسمع ترى والله العظيم يسحبوا يعني هذا الكلام يسحبوا يعني لما تدري لما تقول هذا الكلام يتيقونك ويقولوا هذا صح ترى والله يا شيخ مش من ارحب شير هنا ملاحي يا ادري ادري عن الدرك ليش نايم شاكر شكرا شير يا رجاله شير دقيقه دقيقه حازم اقسم بالله دي كلام موجود اكو فاز يا رجال والله جميع استنى دلوقتي استنوا دلوقتي تعرف ليش؟ لاني انا زميله كلهم يكرهونك تدري ولا ليش؟ لا والله روابي اخر 30 ثانية وعلاش خالد راح اقبلهم والله ايوه ايه مودة الوقت حيا عينكم لا راح اعطيته مرات مناقة قفاز قفاز يا جماعة اللي عنده قفاز ينزل اخر ثواني اكو قفاز يا رجالة ارحب يا البارون ارحب شير شير حزومة قفاز يا جماعة يو انسحب يا جماعة اقسم بالله ولعت اليوم يا الربع يا الربع ثواني لسه 10 ثواني يا الربع اخ العيال يا الربع حرام والله قريب قولتي يا الربع حاب يا سام ربي وافي اخوي اقسم بالله وافي حازم صقر شكرا 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 حزوم البارون عبد العزيز ميسى احمد احمد امام ميرو ايه تبعك من وين يا حمودة انا بحكم شكرا يا رجال احلى ناس العراق الموساوي شاكر ها ملوح انا بحكم خالد ال زيد لا لا انت حكم شاكر لا انا بحكم شاكر خلاص نسمع احكام حموده ونسمع احكام حموده الاول يا ملاح يلا الحكم الاول شو الاحكام اللي بتنفذ على اساس ممشوش مش ممشوش انا ما نفذ احكام حموده متى تنفذ احكام لا ما احكم ولا نحكم خليك رجال واحكم ما تحكم ما راح العب معك حموده تعطيني حكم اسمع مني يا حموده انا بنصحك نصيحه اخ يعني مش تستفيد حاجة لما تحكم لكن اكسب خالد أحسن لك انت رايح الكويت قريب وخالد هيستقبلك تفضل يا حمودة انا راح اذهب لدولة الكويت اول شيء والله يعني دولة الكويت ما فيها خالد خالد انت من وين والله الكويت ايه انت حسبني صح انا بدي اختار يعني تروح الكويت يا مصر اذا ما تروح مصر راح تحكم شاكر اذا تروح الكويت ما راح تحكم خالد اختار لا ولا راح لا انا راح اروح دوله الكويت والله خلاص يعني مصر ما راح تروح احكم شاكر يا صراحه راح احكم شاكر شاكر حكم الاول اهدى يا ياد ادي مفاجاه بتجيب لي الشطه على مزاجي اي عطى عطى حمود اي شطه على مزاجي وعلى عيونك عيوني ده عيوني لي يا حبيبي الحكم الثاني يا حبيب قلبي الحكم الثاني يا حبيبي قول عايزك تقول كله قول ها لا لا انا حبيبك والله بتفعلي دش يعني بتتروش خمس دقايق وسط المي وليش تتكلم كذا ها يعني والله ما ضغط خايف في احد ماسكك شيء الحكم الثالث زي حمود 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 ايش رايك انا احكمهم اثنيناتهم احكام صلاة انت ايه بس احكمهم جلد مجالد والله ايوه يعني هذا شاكر عادي انا عادي احكمهم انا عادي امون عليهم خلاص انا احكمهم اوكي لا احكمهم لا خلاص احكمهم شاكر وخالد الحكم الاول اثنيناتكم اللي حكم نفس الشيء
الحكم الاول شاور، الحكم الثاني شطه على عيونكم، الحكم الثالث تحكمون حموده. تام تعال حموده تعال. الحكم الاول عندك يا شاكر شاور ثلاث مش هقول لك ثلاث دقائق زي ما انت كده نفس الطقم ده. الثاني عندك يا عندي الثاني ابشر والله بالسعد تاكل عشر بيضات نيه وامامنا. ثالث عندك يا شاكر اسمع انا الفايز. اها لا انا اعطيهم الاحكام. هو فاز خير شو قاعد يصورونك والله الحين يجزونك. ايوه ارجع لورا عشان الصوره تطلع مظبوط. ارجع لورا انا شو اخوك تصور فيا انا اصورك ابيك تكون ذكرى عندي عشان شو اسمه. لا اخوي ما تصورنيش انا. لا لا خلي الصورة خلي الصورة عندك بس بجيك في المغرب نزور الرجال هذا يعني. أخويا ما تفيلمينيش أخويا ما تفيلمينيش. ما في أنا حفظك عشان وجهك. وطري يا صاحبي تعود ما تفيلمينيش يا صاحبي بالتليفون ديالك يا صاحبي. يا أخي إيش فيك أنت يعني ترى البث فيه 20,000 كلنا وقفت على الصورة. ها مصورك صورة خايسة بعد يعني. عشان بجيك إن شاء الله. ليكون حد زحق اللي ببالي اللي بالمغرب. سيبو يلا نفذ يا حمودة لو سمحت عشان نكون حبايب وأحكام يعني هذا حكم حكمنا من الله نحكمك اشرح عليه لجينا احنا. الثالث يا حمودة اسمع هذا القانون ما يوجد في البرنامج بتاتا. واحد معايا يحكمني انا ما كان في معروف يا حمودة معروف احكام حمودة حمودة ليش تخوفني من ليش كيف تبي تنظمك شيء يقول شيء ملاحي المشكلة شاكر دق على اللي تعرفه خليه يدق على حمودة الحين ملاحي يعني. المشكلة انه هو فاكر ان انت بتهزر دي مشكلة. لا لا تكفى دق عليه بشوف ايش يصير بيها. والله العظيم انتم تتمزحون بي والله. يا ود ما نمزح معك ايش فيك انت شايفنا اطفال. والله تمزح ولا والله ما نمزح والله فايز وتحكم حكم ملاحي هذا حكم من ملاحي ايش فيك؟ ليش انا ما جاني دعم تحكمني انت؟ انا بعد ما جاني نفسك بس احكمك عادي. لا والله ملاحي ولا شيء. طيب انا احكمك حكم حلو وسيب لي الحكم التالي. حموده انت احكم ملاحي. هذه لك مني بعد روح. تم اذا بتحكمها حكم صلخ. يلا سلخ. اسمع يا شاكر انا لا احكم زميلك واشتري عمرك وخليك حلو كده وخليك عاقل. اسمع رح. شاكر اسمع 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 حي عينك وحي عيونك وحي العين. حمودة 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 أقول لك شيء. أقول شيء أقسم بالله العظيم أقص عليك لا هذا واصل ولا هذا واصل أثنيناتهم. يا شوف أول دليل أول دليل ترى بيوقعك بالفخ بيوقعك بالفخ راح يوقعك بالفخ. سيبه سيبه حلف والله حلو حلو أيوة أنت مش دابط لا ما تصورني. لا لا تعال تعال تقول انت تقول قبل شوي شنو انا شنو عايز تصورني انا وصلك كنت تسوي الشيء هذا انت تقول انا ها الحين علمك اخليه فيك ايوه انا ترى بيوقعك في الفخ بيوقعك في الفخ وبيخليك والله ما يلحقك بس سيب ماشي ماشي ربع بلانه علمتك يا حمودة. ليش تاخذين لي الصورة ليش؟ عشان أوثق إذا قلت شيء ولا شيء تقول عادي أروح عادي. أوكي تم. دي مكلم كلام مكلم. ألو. الحمد لله لا بس. والله يوقعك بالفخ والله ما عليك منه شوف هو ما قال شيء ساكت طول اليوم عشان شنو؟ يدري نحنا راح حمودة؟ نرثع فيه. خد بالك حمودة هو يضحك ونصدق. بس أنا نصحته. دي دي دي. خلنا نسمع تبي رقم تلفونه ليش يا ود اطلع لك رقم تلفونه ما يحتاج احد يكلم واخ اخوي احنا عند الذكر رقمه دقي ود الذكر رقمه اوكي احمد حبيب شخص كبير في المغرب يبي رقمك تعال راح اعطيه رقمك والله لعلمك ثمن الحركه اللي انت عملتها انا قلت لك مش كل حاجه فيها هزار هو مال وشه عمل كده
جاته ام ركب يبي عصفر الحين كيلو عصفر وين راح؟ خلاص نضحك عود. كنت طلع من البيت هذا بعد عبا ما ينام الله لا يوفقك من لاحي بتخليه يسهر ما نقرا قد الا الظهر. تسمعوني؟ نسمعك. ايه نسمعك. وين رحت؟ ها مين اتصل عليك؟ شخص انت عارفه من المغرب. انا منو اللي اتواصل وياه في المغرب؟ هو اللي يبي رقمك. لا والله انا ما فعل شيء والله. انا بس انت عارف انا علاقتي قويه مع منو في المغرب. هو اللي طلب رقمك. لا حموده صار من لاحي. حموده انا نصحتك وقلت لك كل حاجه غلط صح؟ يلا القوم الحين رقم. تمام انا بقول قدام الناس. واي تبغى من قلوبينا الدير يا صاحبي سيو رايح واصف انا انا من انا بسالك سؤال حموده. سهل انت عارف وتعرفني انا علاقتي مع منو قويه في المغرب صح ولا لا؟ صح. وتدري منو عندي في المغرب صح ولا لا؟ صح. حي عينك. تدري صح ولا لا؟ صح, صح. تتحرش فيني شنو اسوي فيك؟ ان الله وان الي الراجعون. جنازة رجلين. نعم. راح تكون أكبر جنازة في العرب. لا إن شاء الله شهيد شهيد. لا لا شهيد بس لكن نتمنى أن تكون ختامه مسك. من الله عز. لا لا إن شاء الله بعد ما عرفناك إن شاء الله بتكون شهيد بتكون ختامها مسك إن شاء الله. حيا عينك. رافلي أطلع لا أحكام. إيه الأحكام صح. جيب لي شطة. منو؟ لا يا لا راح أنا راح أجيب شطة صح. إيه أنت اللي تروح تجيب شطة إيش فيك؟ أيه وراح أفرك عيوني خمس دقايق. لا لا بدون فرك عادي يعني خليها عادي تبي كيفك. ايه بالنسبه للحكم الثاني انا بس اذهب للكابينه وراح اسوي دش خمس دقائق اصلا. الحكم الثالث ثالث عندك شاكر خليها حسن. شو رايك يا شاكر في كلام الرجال؟ لا انا 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 ذكر انا شايف انه يستاهل رجال رجال. ايه لا انا ذكر انا عندي ذكر والله يستاهل. شنو بس شنو؟ انا ذكر رجال يعني شيك ذكر. طب هو ليه بيعمل ليه بيعمل انا ذكر الحيوان ذكر انت لا. حيوان لا 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 انا مو حيوان انا رجال ذكر والله انا ذكر عندي ذكر والله عندي ذكر والله يا حبيبي اكيد انا والله خالد شايف انه يستاهل يستاهل حصان. تدري يا شاكر اصدمك صدمه بعد اسال اي مغربي احنا حدش عندك دخلك اسالهم تدري ان حموده كل اسبوع يروح كتامه. يروح فين؟ كتامه. ايه كتامه مدينه جميله. ايه كتامه شنو؟ ايه طيب يعني بيروح يعمل ايه يا ملاح؟ فيها بعد منا الدرير يا صاحبي. انا اولي ابي اعرف والله ما بعرف شنو. تدري يا شاكر انا اكتب على جوجل. لا شاكر تدري ان حموده يبوق؟ شنو يبوق؟ شو يبوق اللي ما تستحي يعني يسوي دخان صح؟ يعني ايه يبوق دي؟ لا والله ما اسوي هذه الافعال اقسم بالله. يعني 27 سنه عمرني بوق والله. هو ايه بوق دي يعني ايه؟ لا انا ذكر ما يعني والله. يا ابني احنا عرفنا ان انت ليه بتثبت لنا ما احنا عارفين.
يعني ليه كل شويه عمال تنبهنا ان انت ذكر عرفنا والله عرفنا يا يعني ايه ما افعل والله خالد هلا عندك ترمه ترمه عندك ترمه شرياس ترمه شرياس شنو عندك شنو ترمه شرياس ترمه شرياس انت بتاكل لحسه صح لا بيض اي صح ترمه صح شنو 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 ايش قلت ان شاء الله هتكون اللي ببالي شنو ترمه شنو شرياس دقيقه ثاني شرياس نوع من انواع الصقر ما تعرفه شرياس هذا سعره 3 دنانير لا انت لا 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 شبوط ما انت عندك ترمه صح شنو ما هو شرياس ترمه عندك صح انت اكتب ترمه اوكي عايز خبر جوجل اكتب ترمه ها شفته؟ شاكر أظن أنا عنده ترمة هذا ترمة إيه هذا ترمة إيه صح هذاك ترمة شاكر لا لا أنت عندك ترمة لا لا واضح إن عندك ترمات أنت يا حبيبي لا اللي طلع لي له لا لا ما عندي ترمة والله ما أتوقع عندك واجد تعالي ده يلا انت وهو يلا حمودة والله يا حمودة انت اكبر ترمة ابو شكلك يا حمودة عن الله خير انا عينك يا بابا ايه ده اللي طلع لي ده انا طالع لي طير انا ما ادري يا شاكر كل واحد على حسب خالد بسألك سؤال بس راح اسألك سؤال خالد بسألك سؤال انا عايز اسأل ملاحي ولا طلع لي ده اللي معنى الكلمة انا طالع لي هذا صراحه انت كل واحد احنا يرى الناس بعين طبعا لا والله 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 اي احنا بالكويت يعني الطير هذا ترمى هذا الطير يعني احنا عندنا بالكويت يعني هذا حمودي يعني اي والله لا ترمى انا عارفه اللي ما تستحي يعني انت تقول الكلمه هذه ايش قصدك لا صح هذا والله كلام من بلاد الكويت ترمى يعني هو الصقر كبير والله حجمه كبير والله على بالي خالد بسك سؤال انا ظهر لي حاجه خالد استنى يا ملاح انا هبعت لك ظهر لي ايه ماشي بص على اللي هبعته لك بس بالله. بس شاكر سبحان الله حتى تلفونك عارف نيتك يا شاكر سبحان الله نوال والدرير يا وش الكلمه الثانيه وش يا ملاحي شوف يا خالد شوف شوف ناس انت تحب الكرك اي صح الكرك الكرك شاي حليب اي تحبه ولا ما تحبه والله ماني من الناس اللي يعني انت تحب صح كرك حمود انت تحب الكرك اي انا بحب الكرك شاكر تحب الكرك؟ دي على حسب معناها ايه؟ كرك يعني هو شاي صين ماشي خالد شوف بعت لك على الانستغرام كم كلمه الله يا واطي ترى كرك عندنا خل اقول لك ترى كرك عندنا بالعرب او بالخليج ترى معروف الشاي حليب احنا نقول عنه كرك ايوه ماشي عارف يلا حتى بمصر عندكم عندنا برضه بالنيل كرك. شاي كرك عندنا كده وعند حموده ايه عندك انا عند لا والله ما عندنا عندنا الشاي لا ما عندناش اخو كرك احنا هذاك نوع من الشاي في بلاد العرب بس انا اتوقع عندكم شبوط يا حموده شو شبوط ما تعرف لا والله, والله ما بعرف شبوط يعني لا لا ما عليك شف ابحث في جوجل شوف طير ها طير. لا طير. عيد عيد اللي عملته طير شنو هذا الصوت يا ملاحي هذا صوت ماشي يا خالد هو صوته كذي طلع صوت انا حركه ملاحي دي ما شفتهاش غير بطريقه واحده بس بس حبيت الحركة ملاحي حبيت الحركة يوم البقرة شنو بس رجال ذاك من يسار ها عاد هذا ذك ذاكرته زين ها حمودة متجوز انت لا يعني اي متزوج واحدة اسمها سبايسي اتبث اوف لا والله ما أقسم بالله أنا عازب وفي عمري 26 سنة والله يعني ما عندي مع العلاقات يعني عندي
اذا فعلت علاقه راح اسويها علاقه. خالد عندك صابونه؟ حموده هذا كل ما قال شيء بحث. انا احس انك انت قاعد صابونه صابونه صابون صابون حق يد على وجهي. اي موجود. يا لهوي انا متاكد ان حموده عنده. اسمع اسمع يا شاكر، انت تتصورني وترسل لي صوره عند المباحث؟ والله حرام اقسم بالله. لا والله والله لا خلاص خلاص لا شكلك انت شرطي والله. تصورني يا مقرف. لا تصور حبي. حمودة حمودة حبيبي والله عندك صابونة على وزني خبز تونس؟ لا صابونة صابونة ما تغسيل صابونة. ايه عندي صابونة والله، عندي صابونة يعني في الأحمر في الأخضر في البنفسجي صح وفي الأصفر، وعندي والله في يعني ألوانهم والله صح. الزيت انت عندك صابونه صح؟ ايش قصدك فيها؟ يعني صابونه صابونه صابون يد؟ اي صح. عندك؟ لا ما عندي. بعد ايش بتغسل؟ ايش شاكر؟ زين شاكر يمكن عنده. شاكر والله حاس انه عنده الصابونه صح. والله محطم. والله محددين عنده صابونه غيرك انت الوحيد. والله وجهك مقرف. انت ليش ما عندك صابونه؟ ليش؟ انت الصابونات اللي عندك تكفي وتوفي يا عم. يعني والله الالوان والله ايش اشكال. بس حبيت الوطنيه اللي فيك الكاب بعلم المغرب. الله يعزك والله والله. هذه ايش يسمونها عندكم؟ طاقيه قبعه اللي يلبسها يعني الباشات البشوات صح شاكر عندكم قبل؟ شوف حموده لا حموده في اي بيت والله في اي بيت حموده طاقيه عادي. حموده بدزك صوره عشان تعرف انا كلامي اني انا صح. حلو شوف الواتساب شو بدزك. شاكر واضح يحشون فينا هذول. لا هي. لا لا نعيمي من اللي حقول اقسم بالله اقسم بالله. شوف اسمع اقسم بالله اذا صورتني مره اخرى ارفع بك دعوه. لا تصور لا تصورني لا تصورني. إيه والله ترى لك الحق انك ترفع عليه قضيه تشهير. ما له اوريه اوريه في لا 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 يا رجال ورنا عادي. لا موش عادي والله يعني في شيء يعني خصوصيه والله. شو كتبت ابو سعيد؟ شو كتبت لك؟ طب خالد شوف ابعث لك ايه. يلا يلا بس ابعث لي الصوره. ها اللي ابعثها لك اللي لسه بصوره دلوقتي. ملاحي ترى خال قول قول والله شنو؟ استودعكم الله الذي لا رب سواه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أتوحشنا إن لله وإن إليه راجعون. إلى اللقاء إن كان هناك لقاء. أنت قلت بعد كيلو إيه لا ولا ها؟ إيش قلت بعد كيلو إيه؟ واحد منكم أنتك دازي صورة بسناب وأنت لابس. الله يخدك يا زلمة. هو كده مش هيجي تاني هيعمل لي أنفولو ها؟ ترى يخاف والله شيك يخاف هو صدق يخاف ولا يستعبط والله اقسم بالله اني يخاف. ايش فيك؟ لا شكله هو شكله طيب. بس خلاص انا راح افتح في برنامج اخر.
خلاص يعني بتطلع ما عاد احنا شايفينك مره ثانيه؟ لا لا انا حموده بوعدك هنا ان انت ان شاء الله في اول زياره لك لمصر انا استقبلك من المطار. اقسم بالله راح اتلاقى معك عند الله عز وجل. مودا 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 انت خطر والله مودا. بس احترمك واكل كل حب والاحترام والله، بس ما راح اشوفك في دار البقاء. لا لا ان شاء الله نتقابل ان شاء الله. لا 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 والله العظيم في دار البقاء. انا 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 اكون عايز اشوفك ان شاء الله فلازم. لا 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 لازم اصلح يا راجل. عند الله يا عز وجل راح نتلاقى عنده هنا في الدنيا بعدني الله عليك. حموده حبيبي والله انت شفت الصوره اللي دزتها لك واتساب صح؟ ايه صوره خطيره، اذا قلت اي كلام اهدر بالك راح كيفك. اسمع راح اشير لنقطه واحده فقط، خالد آل زيد احترمك انت وشاكر محظور، بس كلامي موجه لشاكر، حب كبير لك والله. بس حب للحالة يا حبيب قلبي حب كبير ان شاء الله. ان شاء الله هجي لك انا مخصوص ان شاء الله. وانا كره كبير يعني؟ لا انت زميلي في الميدان، بس شاكر حب وبس. شاكر ايش مسوي انت؟ سويت شيء؟ قعدت اقول له من الاول مش كل حاجه فيها هزار وهو مش يعني. شاكر بس الرجال محترم. ارحب احمد جدا جدا محترم. يعني لا تحاول انك انت تسوي مثل ذيك المره عند ذاك، عاد حاول. لا لا يا راجل لا لا ايه مو لهالدرجه يعني. يقول لي الصوره اللي نزلتيها على الواتساب عندي يعني تريكاج. ها تريكاج صح؟ شين تريكاج؟ يعني فوتوشوب. اكتب اسمه بجوجل وشوف. أعطوني في دولة جوجل هو من أصحابي في دولة مصر، يعني رجل عنده في مصر والله، بس أحبه وبس. شوف تفهمني؟ والله يفهمك والله. شفت مصر؟ مصر مصر إيه صح. خالة ليش تخوفوني؟ ليش كيفك؟ مو خوف هذا صدق، عشان انا انصحك بس. عارف يا صح، بس انا لعب في البرنامج بدون خوف والله، ليش تخوفني؟ انت غلطت عليه. لا ما هذا والله، هو حبيبي وزميلي في الميدان وانت كذلك. انا اكرهك انت. انا لا بس الحرام انا والله العظيم تكرهني؟ هذا وانا ما سويت لك شيء تصدق؟ شاكر اقسم بالله العظيم صدق والله يعني. انا اقول كمل والله. شنو بس انا تكرهني انت من جدك؟ لا لا ما اكرهك والله، انت حبيب والله. اشوى. لا 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 انا ما اكرهك والله، انا حبيبك حبيبي. انا حي عينك وحي ناس الكويت والله على راس وجميع الداعمين اقسم بالله كافي نواتين والله يدعمونا يدعمونا اقسم بالله. ايه قام يصير ايش دخل الداعمين بالموضوع؟ يعني بس بالكويت يعني. ايه من الكويت والله، انا والله العظيم كويتي اعطاني طبون اقسم بالله. تستاهل تستاهل. اسمه مشاري اكله كل حب والاحترام لهذا المنبر، اول طبون عندي هو مشاري من دوله الكويت والله. تستاهل تستاهل حي عينه. زين حمود علمنا عن نفسك وبما انك يعني جمب خيزون جمب خيزون جمب المادموزيل ليلى علام. ايش قاعد ايش قاعد تقول؟ ليلى علام قاعد تسبنا في لغتك. لا جمب المادموزيل ليلى علام قاعد شاكر قاعد يتكلم بلهجته عشان ما نفهمه ويسبنا. لا قاعد يتكلم فرنسي والله. لا لا اتكلم فرنسي. قول قول كده ثاني. Je m'appelle Mademoiselle Ella Alam, professeur de français. Premièrement,
je ne suis pas le chewing-gum dans une classe. Deuxièmement, je n'ai rien foutre de la terre. Et troisièmement, c'est la classe, un bateau perdu dans la mer. C'est une direction. Oh, le professeur le conduira, madame. حبيبي خلاص تحضر جن اي صح ايش قاعد تقول انت حموده انا سبب. انا اسمي ليلى علام انت عارف انا مشكلتي في ايه مشكلتي ان ملاحي فهمه يعني انا اقول لك هو اسمه يقول لك اسمي ليلى علام شنو انا فهمت دي بس ما استوعبتش والله ازاي قعدت اقول ازاي يعني هو بيقول ان هو المزمزين ليلى علام يعني انا ما عرفتش انت قلت انت ليلى علام اللي كتقرا اللغه الفرنسيه انت ما انت واش راسك فيه الخير ليلى علام ليلى اللي كتقرا اللي كتقرا الفرنسيه اه قاعد تصرخ علي انت لا ترفع صوتك انا زميل والله شاكر يا كيف يا حبيب قلبي ايه والله تخوي صوتك على شاكر انت اسمي نسيت علي والله بحق لي يا شاكر ان كانك سكت انت شكوره أنا يمكن اسمه الجاي يجي مصر ها؟ والله اي والله انا ببعث لك بالشاب كلمك انا شاكر انت القاهره القاهره والله ناس النعم اقسم بالله حي ناس القاهره وين بالغير شاكر؟ والله مدينتي اي وين مدينه؟ مدينتي مدينتي اوه مدينه الريس ها اوكي عاد انا والله ودي شاكر بعد مدينه مين؟ شو اسمها؟ مدينتهم منهم جينا حمودة ايه راح اجي لا بعد دولة الكويت ايه اه لا هو ساكن مدينة اسمها هي مدينة الدقي وافي 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 حزومة حزم صقر شكرا شكرا يا حزومة شاكر أحمد إمام كي هنا القوة محمد أسامة سارة شاكر يلا يلا كلكم قلبوا وجيكم يلا قلبوا وجيكم صارت ساعتين ها زهقتوا زهقتوا اختاروا كيفكم الحين اختياري كيف اختياري الحين امدد الصبح ما في لايف اوقف الساعه 7 8 فاتح لايف 4 ساعات من المخفزات تقعد ياكم سوالف وضحك كيفكم الخيار عندكم بس خلوني اكل لان ما اكلت ترى اكل من اليوم موجود برد ثواني الصبح كلهم يبون الصبح تمتم بس خلنا اكل بدنا نمشي لحلح هاي بيبي عمره ما صح صح ابو مسفر في برنامج نايم ليش هاي نايم والله نايم ورب الكعب انه ضحك بضحك شو الاخبار والله تمام شلونك شو اخبارك؟ اصفر اصفر بجيب احد دقيقة تبجيب منه؟ مصيبة يا رب روح المصيبة قولي لي ايش يقول لي انا ذا بجيب لك واحد ها؟ اصلا نكوى ارحب ارحب يا بعد عمري ارحب ارحب نكوى طنقت ولا ما طنقت ايه شكلها ولعت الحين مع التوبهم
مسفر هنشوف هنشوف التوب ياخذ مين ابو مسفر. ها حبيبي تحبني موتيك بس اصبر ولا ابي مصيبه وسرير قاعد يلعبون على التوب الحين. شلون يلعبون التوب؟ باقي لنا نص على التوب. ايه ايه جلد شوف التوب قاعد كل ما حد فاتح فيهم بث ما يلعبون جلد. هذا لكن انت اللي امس قاعد يدعمني. اسمع وش رايك نجحفلهم وناخذ التوب منهم الاثنين؟ والله تبي والله تبي؟ لا 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 استاذ والله علي بالحرم تبي ولا خليك تاخذه والله؟ لا لا رابي والله استاذ والله لا وربي تستهبل انت. جيبوا مصيبه جيبوا مصيبه ابي مصيبه انا ابي مصيبه. اسمع نجيب مصيبه نرفع ضغطه. اسكت يا شيخ مرفوع ضغطه هو الحين. اي لا لا نقولها صعب عليك. قاطع معه قاطع معه هو قاطع معه الحين اصبر. ارع مناري وينها وينها مصيبه يا الربع روح المصيبه روح هنا. انا ابو مسفر يبيك قول ابو مسفر يبيك. تبيني اصدمك؟ اصدمني جل ما يصدمني الا انت. تحدى اني اخذ التوب عنهم كلهم؟ تحدى؟ لا خلها. سلام عليكم. مداحي انزل 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 ديدي. هلا والله سمير. اهلا بمداحي كيف حالك؟ ملاحي ايش اخبارك؟ هلا اموله اخبارك؟ يلا حيا الله يحييك. كيف انزل انزل؟ انت 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 اموله القديمه؟ القديمه اي. لا بس لا بس اخويا كثير انت ايش تسعى؟ في امان الله. ماشي مزيان؟ مزيان. طبعا انا تبغى انظمكم شيء. شفتم الزعاء نفس اليوم اللي تعرفت عليها تعرفت على امل. ايه من كم سنه؟ ايه من زمان سبع ثمان سنين او اكثر. ولا اكثر وين؟ ايه اعرفكم ابو مسفر هذا يعرفوني يعرفوني ترى واحد يعني واحد يعني بالبرنامج تعرفوني انا ما اعرفك بس توني اعرفك ابو مسفر للامانه. لا سمير مو بنتي. اه لا لا سمير مو بنتي. آه ابو مسفر الطباخ عندي. ايوه وهذا قام هذا اللي من حركاتك ابو مسفر ما تيوز عن حركاتك هذه. ابو مسفر قاعد تخيل انك طباخ. تري ورد تحدو عنده عند امل ورد يتحل كنا ورد يتحل عندنا الجولة شكون ان شاء الله ديانا فرحة 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 جايز الجولة 55 وردة الحين جاي لكم جولة جولتنا ان شاء الله. الورد الورد كل شيء يضرب الورد كل شيء يضرب الورد كاين بوكس عند خالد ما خالد ورد 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 اربع ورد 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 صاحبي عنده بوكس كل شيء يضرب على الورد شم شي ناس اليوم ضحك والله الضحك صار اقسم بالله صار ضحك عندي قفاز دب القفاز تحلش والله هاوي لي ستو في محلي تشدو بالحشومة صاحبي مشي مشي والله أهلك والله أنا بتضحك بلانش قاس تكبيس تكبيس أش التكبيس عندي أنا ويلي شوها دروري شكو مش تضربوش عنده واش نعس قفاز كاين ولا ما كاينش واش نعس في اللايف الله قفاز لا ما كاينش لينا يعني معقول ما كملنا الدبل انت وراسك ذا الدبل 30 ورده ما كملنا شنو 30 كانت 55 55 طيرت بثي دقيقه يخرب بيتكم نصكم طلعتوا طيرت بثي دقيقه نصكم طلعتوا لا تردون لا تردون لا تردون بوكس جم سكوري ميبقاش باكا عشير تخل دير شي حاجة جايز يلا كنا ب 30 و 40 ألف دابا ساليتو مشاو بيعو كلاوي ديرو شي حركة
بخصوص عياتك. دي بودي 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 يا ريدا.